موجز الأنباء من زومسا تي في بطنجة، أهلا بكم. ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها هذه الأيام العديد من المدن المغربية أثر بشكل كبير على المزروعات الفلاحية السقوية منها الخضر والفواكه، وهو ما بات يهدد بارتفاع أسعارها في القادم من الأيام في الأسواق المغربية نتيجة ارتفاع حجم تكلفتها من خلال السقي والمبيدات. وإلى جانب المزروعات السقوية تأثر أيضا قطاع تربية الدواجن من ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى نفوق الكثير منها في عدد من الضيعات الخاصة بتربية الدواجن في المدن التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة. تعرف مدينة العرائش هذه الأيام حملة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين والمحلات التي تحتل الأرصفة، حيث تم حجز جميع ما تواجد في هذا الإطار من خلال استعمال جرافة وشاحنات البلدية تحت إشراف السلطات المحلية والأمنية، وذلك بدءا من سوق الأحد ومرورا بشارع جنان الباشا إلى ساحة لسان الدين ابن الخطيب. رفضت المركزيات النقابية مقترحات رئيس الحكومة بخصوص إصلاح نظام التقاعد، وقرر الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تكوين لجنة مكونة من أعضاء النقابات لإيجاد صيغة فعالة للضغط على رئيس الحكومة من أجل تنفيذ شامل لملفها المطلبي. وتجدر الإشارة إلى أن النقابات الثلاث تعتزم إصدار بيان مشترك اليوم الأربعاء يؤكد موقفا رافضا للمقترحات التي تقدم بها بن كيران خلال لقائه بالأمناء العامين للنقابات. في الشأن الرياضي، حقق فريق اتحاد طنجة تعادل إيجابي أمام المغرب الفاسي بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على أرضية ملعب طنجة الكبير في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل. وكان الفريق الفاسي السباق للتسجيل في مناسبتين، أولهما من ضربة جزاء والأخرى عن طريق خطأ دفاعي للطنجويين قبل أن يعود فارس البغاز ليعادل الكفة. شاركت جمعية شباب أولمبيك وزان وجمعية أولمبيك وزان للتايكواندو بكرنفال الطفولة الأول المنظم من طرف المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة تحت شعار طفولة واعدة مستقبل زاهر بمناسبة تخليد ذكرى ميلاد ولي العهد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.